اولا احنا جينا كجمعيات مهنيه كنعبروا على شجبنا ورفضنا لهذه التصريحات التي صدرت مؤخرا في اطار ضد هذا القرار اللي صدر قاضي التحقيق، مع اننا دائما ان القرارات ديال قاضي التحقيق كما قلت انه هو مؤسسه قاضي التحقيق مؤسسه مستقله، قراراتها تنبني ولو على الشك، تنبني ولو على القرائن البسيطه، لانه هو سلطه اتهام وليست محكمه، وبالتالي كان علينا ان ننتظر حتى تقول الغرفه الجنائيه القوليه، وانا ذاك يمكن نعلقه. اما الان قرار صدر عن قضيه التحقيق، باقي المحاكمه، باقي المسائل كلها، ونعقبوا ونتهموا القضاء ونقزموا القضاء ونتوعدوا بالمساءله والمحاسبه، هذا شيء لا يقبله لا العقل ولا المنطق، هذا هو سر وجودنا. اليوم كيف ما عرفتوا في البلاغ الصحفي اللي احنا درنا على اساس غادي تكون اليوم ندوه صحفيه، الهدف الاساسي منها هو اننا احنا خصنا نبينوا بان المغرب راه عندنا فيه واحد المبدا اللي كيتسمى مبدا دستوري، اللي هو استقلال السلطه القضائيه، كيف ما عرفتوا في الماده 170 وما يليها، وهذا راه بطبيعه الحال هو مكسب كبير للمغرب على اساس تكريس هذا مبدا استقلال السلطه القضائيه. الا بغينا مبدا استقلال السلطه القضائيه يتكرس، اذا خصنا ندافعوا عليه، خصنا نقولوا بان ما يمكنش ناخذوا واحد القرارات اللي هي تكون فيها مساس باستقلال السلطه القضائيه عبر الخروج بواحد التصريحات اللي كتندد واحد القرار قضائي اتخذ في الموضوع. اذا الى هذا هو اللي غنعتبروه، راه ماشي هذيك التصريحات اللي تمت مؤخرا ديال السيد الوزير على اساس انها تقول فيها يعني كاين فيها مس باستقلال السلطه القضائيه وان المغرب ما فيهش استقلال. الاستاذ راه بطبيعه الحال السيد الوزير هو كان من المدافعين على استقلال السلطه القضائيه، وبين الامس كيف ما عرفتوا راه كان تيقول بان المغرب راه فيه استقلال، ولكن حاليا كاين واحد التراجع لان يصرح بان المغرب ما فيهش استقلال السلطه القضائيه. وهذا القرار كما عرفتوا راه هو قرار قضائي غير نهائي، وهذا التصريح هذا اللي غادي يتم حاليا ويتم التشكيك في القضاء المغربي ولا في القرارات المتخذه من طرفه، هذا هو اللي من شانه يرجعنا للور، وما غيبقاش عندنا هذا المكسب اللي حنا حققنا، غيكون فيه تراجع كبير الا بقينا نخرجوا بحال هذه الخرجات اللي من شانها التاثير على اتخاذ القرارات. ان حقيقه ان الجهات المعنيه عندما تلقت خبر متابعه عبد العالي حامي الدين، حقيقة الحزب الذي ينتمي أصيب بعض منهم بغضبة نتيجة لهول هذه المتابعة اللي هي الأفعال ديالها أفعال خطيرة وجسيمة، أربكت حقيقة الحزب الذي ينتمي إليه، وأنهم عبروا على الغضب ديالهم والسياء ديالهم من القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق باستئنافية فاس، ولكن هذه الغضبة وهذا الارتباك أدى بهم إلى الخروج والتجاوز للخط الأحمر الذي نحن كجمعيات مهنية اليوم نأتلف للرد على هذا التجاوز. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.